رئيس مجلس النواب العراقي يعتبر جلسة التصويت على إقالته غير قانونية. المعارضة السورية تبدي استعدادها للمشاركة في هيئة حكم الانتقالي مع أعضاء في الحكومة الحالية دون الأسد. والقمة الإسلامية تدعم العملية السياسية في سوريا وتدعو لعدم التدخل في شؤون دول المنطقة. نشرة الأخبار، أهلا بكم. قلل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من شأن تصويت مجلس النواب على إقالته، واعتبر أن جلسة التصويت غير قانونية وشبتها أخطاء دستورية. وأكد الجبوري على أن مجلس النواب ينبغي أن يعمل على حل أزمات العراق لا أن يكون مصدرا لها على حد تعبيره. وكان نحو 170 نائبا قد صوتوا على إقالة الجبوري ونائبيه في جلسة كان من المقرر أن يتم التصويت فيها على التشكيلة الوزارية المرتقبة لرئيس الوزراء حيدر العبادي. كونها مخالفة للمادة 4 و6 و19 وبحكم المادة 34 ثالثا وكلفتوني. ينضم إلينا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، يبدو أن الجبوري لا يكترث بقرار إقالته من البرلمان ومستمر في عمله، لك أن ترصد لنا أجواء أو هذه التجاذبات في قبة البرلمان العراقي. نعتذر عن هذا الخلل الفني ونواصل نشرتنا في العراق أيضا، حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان تلقى التلفزيون العربي نسخة منها أن الجيش العراقي استعاد السيطرة بالكامل على مدينة هيت بمحافظة الأنبار، وذلك بدعم من التحالف الدولي. وأضافت أن القوات العراقية المشتركة كبدت ما يسمى بتنظيم الدولة خسائر بالأرواح والعتاد. وتبعد هيت 145 كيلومترا غرب بغداد وتعد أحد أهم معاقل التنظيم في الأنبار. نبقى في العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الحربية التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان تلقى أو تلفزيون العربي منه أن الجيش العراقي استعاد السيطرة على مدينة الأنبار بالكامل. وفي الشأن السوري، أبدت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية في محادثات جنيف أبدت استعدادها للمشاركة في هيئة حكم انتقالي مع أعضاء حاليين في الحكومة السورية، ولكن دون الرئيس بشار الأسد. وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط أن المعارضة مستعدة لشغل أقل من نصف المقاعد في هيئة الحكم الانتقالي ما دامت ترضي السوريين وتفضي إلى تسوية سياسية. وكان وفد المعارضة قد أكد على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة وتنحي الأسد ورموز حكمه في المرحلة الانتقالية. من جهته، أعرب المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن إحباطه لعدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وحذر من أن ما يقرب من 6 ملايين سوري بحاجة إلى مساعدات عاجلة. ومعنا من جنيف مفدنا جمال عز الدين. جمال، إلى جانب الملف الإنساني، هل صدر أي شيء أو أي تفاصيل عن اجتماع مباشر بين وفدي المعارضة والنظام؟ نعم هشام، هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ستيفان دي ميستورا بعد جلسة عمل فريق العمل الخاص بالوضع الإنساني في سوريا، وعبر فيه عن إحباطه وإحباط أعضاء المجموعة بالوضع حول الوضع الإنساني في سوريا وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافي إلى المناطق المحاصرة. موازاة مع ذلك هشام، يبدو أن السيد دي ميستورا سيلتقي في غضون ساعة ونصف من الآن مع وفد آخر من المعارضة السورية من منصة القاهرة وموسكو والآستانة. هم غادروا الفندق منذ قليل ويتوجهون الآن إلى هنا إلى مقر الأمم المتحدة. فيما يتعلق بوفد الهيئة العليا للمفاوضات، فقد كان اجتمع البارحة مع دي ميستورا وأكد مجددا يعني تأكيده على ضرورة أن يتم التوصل إلى هيئة
هيئة حكم انتقال كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهو ما يتعارض على الأقل على مستوى النص مع ما أكده ديمستورا في الأجندة التي عرضها البارحة وأكدها البارحة أمام الصحفيين، وتتعلق بانتقال سياسي بحكم أو حوكمة ثم بالدستور. هناك ربما خلط أو تباين كبير في الأولويات، هذا ما قد يطرح تساؤلات جديدة حول مستقبل هذه الجولة الجديدة من المفاوضات. ونحن ننتظر بطبيعة الحال وصول وفد النظام الذي يصل غدا الجمعة، وستكون له أيضا لقاءات مع ديمستورا مساء الغد. جمال عز الدين، مفدنا إلى جنيف، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جيش النظام السوري تمكن بعد انسحاب القوات الروسية من السيطرة على أهداف مهمة، واعتبر أن المعارضة المسلحة تحاول استعادة ما خسرته من مواقع في سوريا. وأضاف بوتين في حديث تلفزيوني أن روسيا تراقب التطورات في سوريا عن كثب وستفعل ما بوسعها لضمان عدم تدهور الوضع. وأكد الرئيس الروسي على ضرورة جلوس أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات والقبول بالدستور وإجراء انتخابات كمخرج للأزمة. ميدانيا في سوريا، تعرضت عدة مناطق في ريف حمص الشمالي لقصف جوي ومدفعي مكثف أسفر عن مقتل مدنيين في مدينة تلبيسة. وفي ريف السويداء، أعلن ما يسمى بالدولة الإسلامية عن تمكن عناصره من إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام في محيط مطار خلخلة، مشيرا إلى أن الطيار هبط بمظلته في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد. فيما شهد ريف حلب الشمالي معارك بين قوات المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية الذي يحاول السيطرة على القرى القريبة من الحدود التركية، كما تحاول قوات النظام التقدم في منطقة حندرات شمالية حلب تحت غطاء جوي ومدفعي. في هجوم مباغت على القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة على الحدود السورية التركية شمالي حلب، سيطر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على قريتي براغيدة وكفرغان، بينما صدت فصائل المعارضة هجوما وتسللا جديدا لمقاتلي التنظيم على محور قرية حوار كليس. قوات المعارضة تمكنت أيضا من التصدي لمحاولة اقتحام ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية لقرية الشيخ عيسى القريبة من بلدة مارع في ريف حلب الشمالي. وفي حلب أيضا تشهد جبهات حندرات والملاح والعيس تصعيدا مكثفا من القصف المدفعي والصاروخي وغارات الطيران الحربي للنظام بالتزامن مع هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في الشمال. ما يحدث في الشمال السوري ليس بعيدا عن القتال في ريف دمشق، فقد سقط عدد من مسلحي تنظيم الدولة خلال مواجهات مع مقاتلي جيش الإسلام في بلدة دمير بريف دمشق، كما تمكنت كتائب الثوار من التصدي لمحاولات تقدم جيش النظام على بلدة بالة في الغوطة الشرقية إثر اشتباكات على عدة محاور في المزارع المحيطة بالبلدة. أفاد مراسلنا بأن قمة منظمة التعاون الإسلامية المنعقدة في إسطنبول تتجه نحو تبني قرار يدعم تسوية الأزمة السورية وفق بيان جنيف واحد والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون. واقترح وفدا كل من تركيا والجزائر في القمة إصدار دعوة إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية والامتناع عن تزويد الجماعات المسلحة بالسلاح. وعلى هامش أعمال القمة الإسلامية 13، وقعت تركيا والسعودية على اتفاقية لتأسيس مجلس تعاون مشترك بين البلدين. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا في افتتاح القمة إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن ليضم دولا إسلامية، وحث دول منظمة التعاون الإسلامية على حل مشاكلها بنفسها وعدم السماح بالتدخل الخارجي. معنا من إسطنبول مراسلنا عدنان الظاهر. عدنان، تفاصيل أكثر عن الجلسات المغلقة التي تخللت قمة التعاون الإسلامي والتي شارك فيها رؤساء ورؤساء دول وحكومات 30 دولة. هشام، في الحقيقة اجتماعات دول منظمة التعاون الإسلامي ما زالت مستمرة، ومع وصولنا إلى نهاية اليوم الأول من هذا المؤتمر مسودة البيان الختامي في الحقيقة بدأت تتسرب رويدا رويدا، ربما أبرزها فيما يتعلق بالأزمة السورية. حصلنا على معلومات بأن البيان الختامي لهذا المؤتمر سيتبنى أن إيجاد حل للأزمة السورية وفق مؤتمر أو بيان جنيف واحد برعاية
الأمم المتحدة. أيضا فيما يخص البيان الختامي وبحسب المسودة غير النهائية، أيضا دول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي دعوا أرمينيا إلى الانسحاب من ما سموها الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وبالتحديد من منطقة نابورنو كاراباخ. أيضا مسودة البيان الختامي دعت حكومة بورما إلى احترام حقوق الأقلية المسلمة هناك، وبالتحديد أقلية الروهينجا الذين يتعرضون للاضطهاد بحسب ما جاء بمسودة البيان الختامي. في الحقيقة الأنظار اليوم كلها كانت متجهة إلى ربما أن يكون هناك لقاء ثنائي يجمع وفداء النظام المصري الذي ترأسه وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو، لكن في الحقيقة الوفد المصري لا سيما وزير الخارجية سامح شكري كان قد غادر إسطنبول على الفور بعد تسليمه رئاسة القمة إلى الجانب التركي. على هامش هذا المؤتمر أيضا هشام كان هناك توقيع اتفاقية في الحقيقة مهمة بين الجانب التركي والجانب السعودي. هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون والتقارب الذي حصل بين البلدين منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد السلطة هناك. غدا من المتوقع أن يكون هناك مؤتمر صحفي للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، سيلقي فيه البيان الختامي والقرارات التي تم التوصل إليها. أيضا سيكون هناك مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بكل أحوال هناك خلافات بين أعضاء المؤتمر لا سيما حول بعض الأجندة. كان هناك تحفظ من بعض الدول لا سيما إيران والجزائر والعراق حول إدراج حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية. حتى هذه اللحظة وبحسب ما وردنا من أنباء لن يتم تناول هذه النقطة في البيان الختامي الذي سيصدر يوم غد الجمعة. عدنان الظاهر مراسلنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أجلت محكمة إسرائيلية محاكمة المتهمين بقتل وحرق عائلة الدوابشة إلى 28 من يوليو تموز القادم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين احتشدوا أمام المحكمة المركزية في مدينة اللد أثناء انعقاد الجلسة، واعتدوا على أهالي الضحايا بالشتم ورددوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين. وكان مستوطنون قد أحرقوا منزل عائلة سعد دوابشة في قرية دوما جنوبية نابلس نهاية يوليو تموز العام الماضي، مما أدى لاستشهاد الأب والأم والابن الرضيع علي، بينما أصيب الطفل أحمد بجروح بالغة. نظمت سيدات فلسطينيات وقفة تضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة ضمن فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من الشهر الجاري. وقالت القيادية في الجبهة الشعبية ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الدراسات النسوية التنموية مريم أبو دقة إن الاحتلال لن يكسر إرادة الأسيرات، ودعت أحرار العالم للتضامن مع قضية نحو 68 أسيرة في السجون الإسرائيلية. أنا بعتقد شو ما عملنا لن نوفي في الأسرى ولا الأسيرات حقهم، لكن الجميع يحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لذلك نقول الأذرع العسكرية عليها دور، القوى الوطنية والإسلامية عليهم دور، المنظمات المجتمع المدني عليها دور، السلطة عليها دور، سفاراتنا لها دور، الجامعة العربية عليها دور. أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال قتلت فلسطينيا عند مدخل مخيم العروب قرب مدينة الخليل بدعوى محاولته طعن جندي إسرائيلي. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من الشبان الفلسطينيين في مداهمات واقتحامات نفذتها بأنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برطع الشرقية المعزولة خلف جدار الفصل العنصري بجنين، وهدمت منشأتين واعتقلت شابا فلسطينيا بعد مواجهات مع سكان البلدة. كما أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار في محلات تجارية وسط رام الله والبيرة بعد اقتحامها ومصادرة محتوياتها. ونبقى في الشأن الفلسطيني، أو التقى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في بيروت البطريرك الماروني بشارة الراعي في مسعى لتجاوز الأزمة الأخيرة في العلاقات الخليجية اللبنانية. وخلال اللقاء اعتبر البطريرك التوتر الأخير في العلاقات بين البلدين بمثابة غيمة صيف، وأعرب عن امتنان اللبنانيين لما تمنحهم إياه دول الخليج العربية من فرص عمل، مؤكدا على ضرورة المحافظة على هذه العلاقات. وأكد سفراء دول مجلس التعاون الخليجي خلال اللقاء
على حرص بلدانهم على الإبقاء على جودة العلاقات الخليجية اللبنانية. وأكدوا له أن مواقف دول الخليج تجاه لبنان وشعبه اتسمت بالأخوة والدعم انطلاقا من العلاقات التاريخية العميقة التي تربط هذه الدول بلبنان، وهذه الدول كانت ولا تزال تحتضن المواطنين اللبنانيين وتحيطهم برعاية خاصة للعمل والإقامة وتقدم لهم أفضل التسهيلات وفقا للقوانين المرعية. ويغتنم أصحاب السعادة وجودهم في هذا الصرح، أولا لتهنئة غبطة البطرك بعيد الفصح، ودعوة الأشقاء اللبنانيين إلى وضع مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار، وتعزيز وحدتهم الداخلية، والإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف التدهور لا قدر الله في الوضع اللبناني. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. إطلالة على سوق واقف، أقدم سوق شعبي في الدوحة وأحد أبرز معالمها السياحية. أهلا بكم من جديد. استضافت غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن لقاء جمع خبراء بريطانيين مختصين في مجال التجارة والمال والأعمال لاستعراض فرص الاستثمار في قطر، وذلك في إطار جهود الغرفة لاجتياز الحواجز الثقافية لتطوير الخدمات التجارية وفرص الاستثمار الموجودة في العالم العربي. يسلط هذا اللقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون مع خبراء المال والأعمال في قطر، خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لاستضافة مباريات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر عام 2022. البيئة الخصبة للاستثمار تشكل نقطة انطلاق له، هذا ما أشار إليه المتحدثون خلال حديثهم عن الأنشطة الاقتصادية التي تسير بشكل متسارع في دولة قطر التي تعد ثالث مصدر للغاز الطبيعي في العالم. وتعد خطة قطر إنفاق ما يقارب 200 مليار دولار على البنية التحتية كجزء من خطة التنمية الخاصة بها لعام 2030، ما يعد محط اهتمام المقاولين الأجانب. أنا هنا لأتحدث عن الفرص الاستثمارية في قطر، خاصة فيما يتعلق بمشروع كأس العالم لكرة القدم. فنحن في الحكومة البريطانية نولي أولوية كبيرة لإشراك الشركات البريطانية في هذا المشروع والأنشطة الاقتصادية الأخرى. وبفضل الخطط والاستراتيجيات الحكيمة التي تبنتها القيادة القطرية، أوضح الخبراء أن قطر أصبحت حاليا الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية، بالإضافة لمناخها الاستثماري الفريد والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد. بتكون واجهة جدا قوية لدولة قطر وللدول العربية، ككوننا احنا دولة خليجية نستضيف لأول مرة هذا البادرة الحلوة. يعني حكومتنا الرشيدة استعداداتهم، تعبهم، جهودهم، كشعب جهودة نحاول نواكب العصر. وفي نهاية اللقاء أجمع الحضور أن خلق قاعدة اقتصادية متينة يمكن تحقيقه إذا ما تركزت التطورات سواء في القطاع العام أو الخاص على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية. يوسف الحلو، التلفزيون العربي، لندن. والآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. قال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عباد الطالباني إن الإقليم يعاني شهريا عجزا بمقدار 100 مليون دولار بسبب انخفاض أسعار النفط والسياسة التي تطبقها الحكومة المركزية. أضاف الطالباني في كلمة له بمؤتمر لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في العاصمة الأمريكية واشنطن أن الإقليم بحاجة إلى دعم اقتصادي مباشر، ويتم بحث مسألة الدعم الاقتصادي مع المسؤولين الأمريكيين. قالت الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصاديين في مسح أجرته رويترز إنه إذا صوت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المزمع في 23 من يونيو حزيران، فإن ذلك سيضر بالاقتصاد وربما يدفع بنك أنجلترا المركزي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي فإن الخبراء انقسموا، حيث قال بعضهم إن ذلك سيعزز الاقتصاد البريطاني، بينما يعتقد آخرون أنه لن يحدث تأثيرا يذكر.
أظهرت بيانات رسمية للمكتب الأسترالي للإحصاءات أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 5.7% في مارس آذار الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2013 في مفاجآت للأسواق التي كانت تتوقع أن يرتفع إلى 5.9%. وجاء في البيانات أن الشهر الماضي شهد 26,100 وظيفة جديدة، وهو يفوق متوسط التوقعات التي كانت تشير إلى 20,000 وظيفة. أظهرت بيانات اقتصادية وصول مبيعات فرع شركة السيارات الألمانية مرسيدس بنز في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 2.62 مليار دولار سنوياً خلال العام الماضي، وذلك لأول مرة بالنسبة لأي شركة سيارات أجنبية في السوق الكورية الجنوبية. قررت محكمة بلجيكية تمديد احتجاز 7 من المشتبه بهم في اعتداءات باريس وبروكسل، من بينهم محمد عبريني وأسامة كريم المتهمين بالضلوع في التخطيط للهجمات. ويتعين على المحكمة وفقا للقوانين البلجيكية أن تصدر قرارها بشأن المتهمين في غضون 5 أيام من الاحتجاز المؤقت. وكان محمد عبريني المقرب من المتهم الرئيسي في هجمات باريس صلاح عبد السلام قد أقر بأنه كان برفقة الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في مطار بروكسل في 22 من مارس آذار الماضي. والآن مع أخبار الرياضة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة صوب ملعب أنفيلد الذي سيكون مسرحا للقاء القمة بين ليفربول وضيفي دورتموند في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي. ويسعى مدرب الريدز يورغن كلوب لإقصاء فريقه السابق والتتويج بلقب البطولة لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن المهمة لن تكون سهلة حيث لم يذق النادي الألماني طعم الهزيمة طوال 18 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا العام. كرر أتلتيكو مدريد سيناريو عام 2013 وأخرج مواطنه برشلونة من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعدما قلب الطاولة على النادي الكتالوني وتغلب عليه بهدفين نظيفين. وفي لقاء آخر نجا بايرن ميونخ من كمين مضيفه بنفيكا وتعادل معه بهدفين لكليهما، يتأهل النادي البافاري مستغلا فوزه بهدف نظيف في مباراة الذهاب. أعلن الاتحاد الفرنسي استبعاد مهاجم نادي ريال مدريد كريم بنزيما من تشكيلة منتخب الديوك في بطولة أمم أوروبا 2016 على خلفية قضية ابتزاز زميله في المنتخب ماتيو فالابوينا بشريط غير أخلاقي. هذا وأكد الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي له أنه اتفق مع مدرب المنتخب ديدي ديشام على أهمية المعايير الأخلاقية والتي تأتي قبل أي معايير أخرى. عربيا، يسعى الزمالك لاستعادة توازنه في الدوري المصري عندما يواجه نظيره الداخلية في مباراة مؤجلة، ويدرك أبناء المدرب أليكس مكليش أهمية الفوز في مباراة الليلة الضغط على المتصدر والغريم التقليدي النادي الأهلي الذي يبتعد بفارق 9 نقاط عن القلعة البيضاء. وفي ملاعب الكرة الصفراء، تأهل البريطاني أندي موراي إلى الدور ربع النهائي لبطولة مونت كارلو المفتوحة للتنس بعد تغلبه على منافسه الفرنسي بنوا بيير بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 2-6 و7-5 و7-5 ليضرب موراي موعدا مع الكندي ميلو شاونش في الدور المقبل. ختام جولتنا الرياضية مع دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حيث قاد كوبي براين في يوم اعتزاله فريقه لوس أنجلوس ليكرز لفوز مثير على يوتا جاز ب 100 نقطة مقابل 96، وأحرز براين 60 نقطة لينهي سلسلة من النتائج السلبية لليكرز هذا الموسم. يعتبر سوق واقف أقدم سوق شعبي في العاصمة القطرية الدوحة، ويحافظ على جزء مهم من التراث القطري، كما يعد السوق أحد أهم المعالم السياحية في المدينة. الدوحة مدينة وديعة ومحطة رئيسية في طريق التجار على ساحل الخليج، وهنا سوق واقف قلبها النابض منذ سنين. كل زقاق فيه يحفظ أثراً، وأهل السوق لا يغادرونه، يعمرون مجالسه في رفقة الشاي والألعاب الشعبية، فهم مرابطون هنا لصون الذاكرة.
سوق واقف، سوق تراثي، أقدم سوق في قطر أو أول سوق أنشأ في قطر. طبعا كانت السفن تجي من الهند ومن إيران ومن بعض الدول الأفريقية والعربية بالبضايع. يحكى أن اسم السوق يعود نسبة إلى التجار الذين كانوا يبيعون البضاعة فيه وقوفا، فالسوق قديما كان ممرا صغيرا تغزوه المياه في كل مد وجسر. هنا تحاك الأثواب القطرية التقليدية تطرز بصبر ومهارة، فالسوق الذي أعيد بناؤه سنة 2004 بالطين والخشب يحفظ من الاندثار حرفا كان أهل قطر يكسبون بها قوت يومهم. حين يحن أهل الدوحة إلى ماضيها تجدهم هنا في سوق واقف بين أزقته وحواريها، رائحة البخور كما الطين تسفر عن نفسها وكأنها قادمة من زمن بعيد، حيث كانت الدوحة قرية صغيرة على سواحل الخليج. والدوحة ما بين المرقاب والجسرة، الدوحة إذا طلعت الشمس هني تغربش هني. الدوحة مركبة يعني على ميزان. في المساء ينفذ السوق عنه رتابة الصباح، يضج بزائريه من أهل الدوحة وآخرين يقصدون المدينة، ولا بد لهم من الجلوس بسوق واقف حيث مقاهي الأكلات الشعبية وألحان الموسيقى، فالدوحة تتجمل بسوقها في الليل كما النهار. ختام النشرة، السلام عليكم.